ما هي؟ بدأت من هنا كما يقول العلامة العلي. ثم تممت هذه بالشورى السداسية التي وضعها من؟ وضعها الخليفة الثاني. لماذا؟ لأنه نظمت هذه هذا المجلس السداسي تنظيما لا يخرج إلا بانتخاب من؟ الخليفة الثاني، يعني بانتخاب عثمان، بانتخاب الخليفة الأموي. وهذا مو نحن نقوله، قاله الإمام محمد عبده في نهج البلاغة أعزائي في خطبة الشقشقية المعروفة في صفحة 34. هناك يقول عندما يشير إليهم يقول: أما والله لقد تقمصها فلان، إلى أن يقول: فيا عجبا بين هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته، إلى أن يقول: حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم، فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. لكن أسففت إذ أسفوا، وطرت إذ طاروا، فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره مع هن وهن، إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه. جيد، الإمام محمد عبده يقول هؤلاء كانوا ستة، هم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العيام والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، وكان في نفسه شيء من علي. من؟ الزبير. الزبير. وكان في عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف من قبل قاله، لأن أمه حمنة بنت سفيان بن عبد شمس، ولعلي في قتل صناديدهم ما هو معروف ومشهور. يعني وعبد قيمة جاهلية. واضح، لا واضح أن الانتخاب كان مدروس جدا، أنه تنتهي إلى انتخاب علي أو لا تنتهي. وعبد الرحمن، هذا بالنسبة إلى هذا. وعبد الرحمن يقول: وعبد الرحمن كان صهرا لعثمان، لأن زوجته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط كانت أختا لعثمان من أمه، وكان طلحة ميالا لعثمان لصلات بينهما على ما ذكره بعض رواة الأثر، وقد يكفي في ميله إلى عثمان انحرافه عن علي. إذن الإمام أمير المؤمنين بشكل واضح في أقلية، فصغى بلي إما صوت أو صوتين عنده في مقام أربعة، أحسنتم. وقام معه بنو أبيه. من؟ بنو أمية. بنو أمية يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، إلى أن انتكث فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته حاشيته. وهذا يدعم كلام العلائلي كاملا. بلي يعني العلائلي قرأ التاريخ وجد أنه كذا. المهم عندي الإمام يقول: وكبت به بطنته، يعني الحاشية، يعني هم المسؤولون عن وما أدراك حتى عن اغتياله. أحسنتم أستاذ علاء، الحاشية وما أدراك ما الحاشية وما الحواشي وما أدراك ما الحواشي. ولذا تجد بشكل واضح الإمام إلى يوم نعاني من طبعا أساسا كلها أنتم إما حاشية إما مستشارين إما نواب إما بيوتات ونحو ذلك. وكبت به بطنته